أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. النهاردة يا جماعة هنعمل حاجة عظيمة، حاجة كبيرة وفكرة جبارة، أنا بعتبرها فكرة جبارة. هنحول يا جماعة الخلاط ده لصب، نعمله صب ام بي 3 بلوتوث كارت يعمل على الكارت بفكره هنقول لكم عليها مكوناتها. زي ما احنا شايفين خلاط قديم مش محتاجينه، هنفرغه من الداخل بعد كده. ومعانا طبعا الترانس او الشاحن 12 فولت او ترانس، يعني هنقوم بتفريغ الجزء ده يا جماعه. بعد كده هنعمل الدوائر دي كده، مجموعة من الدوائر بهذا الشكل هنفتحها ونخرمها بأي وسيلة، سواء شنيور، كوية لحام، سكينة مدببة، أي حاجة. هنعمل يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو، وادي خرم وادي فرم. هنعمل كل دي فتحات بهذا الشكل ونعمل بقى ونشوف مع بعض. اهو يا جماعه خرمناها، طبعا انا خرمت هنا بالشنيور، عندنا متوفر، اللي ما عندوش متوفر يعمل باي وسيله تانية. وهو خد الشكل الخارجي بتاعها. هنجيب سماعتين كده يا جماعه ونركبهم في ظهر التلفزيون، في ظهر الخروم ديك عشان تطلع صوت. طبعا دولك متوصلين على التوالي، وهيطلع منهم سلكتين اهم كده، ونعرس سلكتين اهو. بعد كده هنعمل اللي هقول لكم عليه دلوقتي. هنجيب يا جماعه ام بي 3 او كارت ام بي 3 او مديول زي ما احنا شايفين كده، وعليه المكونات بتاعته، شغال يو اس بي، بلوتوث، اوكس، دي مفاتيح التحكم، ده باختيار المود، بيختار بلوتوث، بيختار راديو، بيختار ام بي 3. وزي ما احنا شايفين مكوناتها بسيطه وسهله، بس طبعا لازم نثبتها بالطريقه دي بواسطه مسمارين. ودي اطراف التوصيل بتاعتها، بيبقى معاها يا جماعه زي ما احنا شايفين ريموت. دي اطرافها، اطرافها سهله جدا. دي الحمراء دي اريال، الاتنين دولك الباور يا جماعه، الاحمر كهرباء والاسود ارضي، ده كهرباء، ده اللي بياخد 12 فولت، ده اللي بياخد الايه الارضي، ودي الاريال بتاعه الاف ام، وده دولك يا جماعه اطراف خروج الصوت منها. والطرف الطرفين اللي على الجانبين هم الاطراف بتوع الصوت. الطرف الوسطاني هو الطرف الارضي، ممكن نوصله وممكن لا، لان طبعا على الطرفين بتوع الباور بيوصل لهم الارض اهو. دولك يا جماعه اهو، دولك الباور، نعيد تاني، 12 فولت ده ارضي، دي اريال، والطرفين البيض دولك اللي في النص ارضي، والاثنين الطرفين خروج السماعات للسماعات شمال يمين. بس طبعا يا جماعه دي مش هتشتغل على طول السماعات، لازم لها تكبير، دايره تكبير هي يا جماعه، واسهل دايره موجوده في السوق وابسطها وارخصها طبعا، اللي هي بتستخدم اي سي ال 2003 دي. دي اي سي منتشره ومعروفه، وحتى بتتركب في بعض الاجهزه كتير يعني، وفي الايسات دي. اول طرفين يا جماعه السبيكر، هناخد طرفين من المديول ده ارضي وسماعه. اه ناخد السماعات الاول، نركب السماعات يا جماعه اللي هم الطرفين الخارجين من السماعتين، ونوصلهم بالطرفين بتوع السبيكر او خارج الدايره دي، خارج الصوت بتاع خيره التكبير ديك. وصلناهم كده يا جماعه بالسبيكر، المفروض ان الصوت يدخل ليها يخرج منها للسماعات. في الطرفين اللي في النص دول يا جماعه الكهرباء، ما هو لازم نشغلها بكهرباء. طبعا معانا محول 12 فولت، وهي بتشتغل ب 12 فولت الى 16 فولت تقريبا،
بس الافضل الوسط يا جماعة عشان ما تسخنش جامد. اهو نوصل الطرف اول حاجة، الطرف الكهرباء، لا ده كده غلط يا جماعة، المفروض اوصل له الاسود، انا مش واخد بالي دلوقتي، لا هتتفك دي ونوصل لها الطرف الاسود عشان ده طرف ارضي. وبعد كده دولك الطرفين اهو، انا افتكرته يا جماعة، خدت بالي اهو، هنوصل لها السالب بتاع دايرة الشحن او هنا الاسود علشان ما نعكسش الكهرباء، لو عكسنا الكهرباء هتطير الدايرة. طبعا لازم نركز عند التوصيل ومعرفة الاطراف كويس. بعد كده هنوصل الطرف الموجب اللي هو الاحمر ال 12 فولت للدايرة علشان تقوم بعملية التكبير وتشتغل. لسه في حاجة تاني لازم نوصل لها صوت، ما هي هتكبر ايه؟ لازم نوصل لها صوت يا جماعة. هناخد بقى الطرفين اهمك الان دول او المدخل او الدخل اهمك، طرفين لازم يكون واحد موجب واحد ارضي وواحد صوت. طبعا عشان الدايرة دي بتشغل سماعة واحدة او ليها خارج واحد المكبر، اما المديور فليه اتنين، هناخد منهم طرفين بس يا جماعة، الارضي اللي هو الوسطاني واي طرف من الاطراف الجانبية اللي هو بيخرج صوت لدائرة التكبير. طبعا بنحاول نفوتها كده يا جماعة علشان هتاخد المديول ونركب المديول بعد كده. ادي يا جماعة الكارت اهو، او المديول او المعدل او كارت الام بي 3 سميه مهما تسميه، المهم بالطريقة ديك هنجيب الطرف ايوه كده، ده طرف اللي فيه الصوت اللي خارج من المديول اللي احنا هنحطه في الدايرة دي عشان تكبره وتخرجه للسماعة. طبعا لازم نوصل طرف ارضي اهو وطرف خارج الصوت من المديول اللي هيدخل للدايرة دي ويكبرها. يعني ايه يكبرها؟ عشان الناس اللي مش اللي بعيدة عن شغل الكترونات ان هو يعليها. طبعا المديول بيطلع صوت غير مسموع، اما دي هتطلع لنا صوت مسموع وتشغل السماعات، ومن خلال السماعات هنسمع الصوت اهو كده يا جماعة. وصلنا كده، لا فك، اصبر شوية اصبر شوية، ما تشيلش ايدك لما يبرد القصدير. هنجيب تاني كاوي يا جماعة اهو كده، ونصبر يعني حاجة بسيطة كده علشان القصدير يكون برد ويمسك. طبعا الطرف ده مش هنستخدمه لان دي زي ما قلنا دايرة، الا اذا بقى نجيب دايرة تاني لان دي دايرة احادية الخارج يعني ما فيهاش شمال ويمين. اهو يا جماعة كده وصلنا مية مية. طبعا عايزة كهربا هي كمان، وده هنشغلها منين يا جماعة؟ احنا كده بنوصل كهربا من المديول، عايزين نوصل كهربا للمديول على الطرفين اللي قلنا عليهم الاحمر والاسود، برضو طرف موجب وطرف ارضي. فالاتنين كده الدايرتين المديول والطرف التكبير ده هيوصل لهم 12 فولت من المحول، المحول ده يا جماعة 2 امبير، 12 فولت 2 امبير علشان يشغلها كويس. يعني وصلنا كده الكهرباء للاتنين للدايرتين المديول ودايرة التكبير اللي هي بتستعمل 2003. طبعا دي عايزة مبرد، مش هنشغلها كده عشان يبرد، لان الايسات يا جماعه بتسخن اثناء التشغيل، وخصوصا الايسات اللي بتتركب على خارج الدوائر بنضطر نحط لها مديول زي مكبر الاخراج الافقي مثلا، الراسي اي سي الراسي اي سي الصوت، ونوصلها كده بمسمار عشان تبدد درجه الحراره. طبعا هنا الهيت سينك ده ممكن يتعمل حديد ممكن يتعمل الومنيا، والالومنيا احسن
لانه بيبدد او بيكتسب الحراره اسرع وبددها اكثر اسرع يعني. طبعا انا مش عايز ايه، مش عايز اخلي الترانس ده في الخارج، انا عايز اخليه جوه كده في داخل العلبه، لان انا عايز اعمل حاجه تاني بالكهرباء العموميه، عايز 220 جوه تاني، فانا هثبته كده جوه. وممكن الاستغناء عن الشاحن ده وتركيب ترانس خارجي نعمله على ايدينا اهو. بس انا عملت المتوفر لكل اغلبيه الناس او موجود معانا كتير يعني، الشاحن ال 12 فولت اهو يا جماعه كده نركبه، وحطيناه من جوه ونقفل عليه، وهقول لكم هعمل ايه بقى بال 220 فولت. طبعا انا معايا دلوقتي فرع نور، قلت احطه من فوق كده يدي شكل جمالي وتتلاعب الايه الاضاءه من فوق، وهتدي شكل كويس كده زي اي صب فيه انوار. طبعا انا عشان عندي موجود عندي الحبل ده، فعملت الفكره ده، هي هننزل كده طرف الكهرباء بتاع الحبل عشان يشتغل على 220 فولت. طبعا هشغله منين هنا؟ هنا مفيش، فلازم نوصل له 220 فولت لانه بيشتغل على الكهرباء العموميه. وغير كده انا عايز اعمل كمان مفتاح، اشغل مفتاح الخلاط الخارجي دوك اللي هو بيشغل الخلاط الاصلي. وطبعا هنوصل ال 220 بطرف الكهرباء اللي داخل للخلاط من خلال المفتاح. انا كده وصلت يا جماعه، ونقفل بقى، وصلت بالطرفين اللي داخلين للكهرباء العموميه. وده بقى الغطاء اللي هنحطه بتاع لندا ليد، يدي شكل جمالي برضو من فوق كده، وده الشكل النهائي ليها. ونجرب كده ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. شايفين اهو اشتغل اهو. طبعا عشان حقوق الطبع انا مش هقدر اعلي الصوت اهو. بص يا جماعه بس كده عشان ايه حقوق الطبع. بعد كده هنشغل بقى ايه البوليتوس اهو كده يا جماعه. ده زي ما احنا شايفين اهو الراديو اهو يا جماعه، الراديو دلوقتي يا جماعه كده على البوليتوس اهو زي ما احنا شايفين بوليتوس. وهنجرب كده بحاجات بتاعتي انا بصوت انا عشان ايه حقوق الطبع. بصوا يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناه روائع وابداع دهبكه. طبعا الصوت واطي لان كنت بتكلم بصوت واطي وبعدين دبلشته، فالصوت طلع عارف على الاصل يعني اهو كده. ارجو ان تكون دي فكره كويسه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانوا بايظين.